فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان على جنابة فهل له أن يستمع القرآن عن طريق المسجل؟ لا بأس بذلك، طريق المسجل أو عن طريق القارئ لا بأس، بس هو ما يقرأ القرآن، أما أنه يستمع ما بمانع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.